بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين تلات وصفات زراب وحاجه خطيره. الوصفه الاولى هنعمل لازانيا رول بالسبانخ، سهله جدا. هنحط فيها سبانخ وهنحط فيها جبنه، بسيطه خالص، تاخد ابدا اي وقت، طعمها خطير. والوصفه الثانيه هنعمل فراخ بصوص البرتقال، برضو سهله جدا، صدور فراخ كده متقطعه صوابع، هنعملها بوصفه سريعه وطعمها لذيذ جدا، ان شاء الله تعجبكم. واخر وصفه هنعمل كيك الموز بالقرفه، حلوه جدا جدا، وطبعا كمان شوكولاته، كيك شوكولاته بالموز، سهله قوي، وبيضه واحده بس، يعني حاجه ظريفه خالص، ان شاء الله تعجبكم. هنقول مقادير اول وصفه اللازانيا رول بالسبانخ. بصوا معايا طبعا مكرونه لازانيا تكون مسلوقه، محتاجينها مسلوقه عشان نعرف نلفها رول، لو نيه طبعا مش هنعرف. تتسلق في ميه سخنه فيها معلقه صغيره من الملح، وتخلي بالك بقى انت تطلعيها على طبق مدهون زيت، او يا سلام لو كيس كده تبقي مثلا كده دهنهم زيت، بحيث ان انت لما تطلعيها من الميه السخنه تقومي حطاها فما تلزقش، او يبقى جنبك بوله ميه ساقعه تغطيها في الميه الساقعه، وبعدين على برضو الكيس البلاستيك اللي مدهون زيت عشان الشرايح بس ايه ما تلاقيهاش لزقت في بعض. الزيت بيخليها ايه اشيلها واحطها بسهوله. تمام، معايا كوبايه من السبانخ، السبانخ الفريش طبعا، السبانخ دلوقتي موجوده وهي ورقيات، خلوا بالكم وانتوا بتغسلوها، محتاجين بوله كبيره يكون فيها مثلا لتر ميه، عليه معلقه كبيره من الخل، وتحطي السبانخ تقريبا خمس دقائق وتشيليها تشطفيها تحت الميه الجاريه، علشان لو اي حاجه متعلقه على ورقه السبانخ تبقى نظيفه وما تعملش يعني ما تنقلناش اي امراض ولا حاجه ان شاء الله. يعني السبانخ لذيذه دلوقتي، انا هحطها مع الجبنه كده هتبقى خطيره. معايا فصين من الثوم المفروم، معايا بيضه واحده، معايا قالب من الجبنه القريش، هنحشيها بجبنه قريش. الجبنه القريش مع السبانخ حلوه جدا، يعني انا دايما بعتبرها بديله الجبنه الريكوتا، يعني قريبين قوي من بعض، بالذات لما الجبنه القريش تبقى منقوعه في ميه كده وما فيهاش ملح، تمام، دلع كده، الجبنه القريش الدلع الحلوه دي. معنا ملح، فلفل اسود، ونص كوبايه من الجبنه الشيدر، او ممكن اقل شويه، احنا يعني بنحط جبنه الشيدر مع السبانخ حبه صغيرين وعلى الوش، يعني حسب ما انت عايزه تحطي. معايا كمان بقى ايه كوبايه من صوص الطماطم او عصير الطماطم المضروبه في الخلاط، تمام، فص ثوم تاني عشان نحطه مع صوص الطماطم ده، ملح وفلفل اسود، شرايح بقى جبنه شيدر كده برده هنحطها على الوش، ورشه بقدونس خفيفه، وبس خلاص. وصفه سهله جدا ومش هتاخد منك ابدا اي وقت. انا هحتاج بوله احط فيها الحشوه اللي هي هتبقى عباره عن سبانخ هنا كده، وهنحط الثوم، الثوم المفروم، نحضر الحشو قبل ما ايه ما احط يعني احشيها في الجبنه في اللازانيا. هتلاقوني بقول اي كلام بقى، خلوا بالكم ركزوا معايا. هنجيب شوكه علشان الجبنه القريش، قالب جبنه قريش كده، نهرسه كده ونحطه على السبانخ كده اهو، مع الثوم وملح وفلفل، ملح فلفل، كان بقى كمان ايه شويه من الجبنه الشيدر كده اهو، تمام. دي كده يا جماعه ايه الحشوه، عايزه كده ايه الثوم والجبنه والسبانخ كده اهو. عايزين تكتروا الجبنه شويه مفيش مشكله، عايزه تحطي جبنه فته على فكره كمان تنفع، لو مش عايزه تحطي جبنه قريش مفيش مشكله كده اهو. بصوا كده الحشوه جاهزه، انا عايزه بس اطمن انها، بصوا يعني ايه الجبنه وصلت للسبانخ كلها، مش ورق السبانخ يبقى مفرفط كده، لا انا عايزاه بصوا الاقيها ايه يعني مسكوا كلهم في بعض، بس كده. دي كده الحشوه الظريفه، عايزين نشيل الحاجات دي هنا ورا كده نفضي مكان. وعايزه اعمل حاجه كمان، صوص الطماطم اللي احنا اتفقنا ان هو مضروب في الخلاط، طماطم مضروبه في الخلاط، ممكن تحطي عليها معلقه كمان من معجون صلصه الطماطم عشان يتقلها شويه ويخلي لونها احمر قوي. هنحط لها ثوم
المفروض ان ده يبقى توم مفروم، مش عارفه ليه محطوط صحيح بس مفيش مشكله. احنا ممكن نقطعه شرايح كده اهو. مش عارفه ليه نسيوا حطهولي كده، نسيتوا حطيتولي التوم صحيح. ماشي، هتقعدوا تضحكوني والحلقه تبوظ. انا مش هضحك، انا همسك نفسي كده اهو. دي كبيره قوي، هقصها اقطعها برضو بس كده، وملح وفلفل. انا نسيت احط مع البتاع ده يا جماعه، هقول لكم دلوقتي نسيت احط ايه. انا نسيت احط البيضه مع السبانخ والجبنه، فانا هكسر لهم بيضه دلوقتي. بس الصوص ده اهو توم وملح وفلفل، طماطم مضروبه في الخلاط، عليها معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم عشان تتقلها وتديها لون غامق، وفصين ثلاثه من الثوم المفروم تمام، وملح وفلفل جاهزه. الحشو هنا قلنا كوبايه من السبانخ الفريش، عليها قالب من الجبنه القريش، ممكن نستبدله بالجبنه الفته بس يبقى كميه اصغر من كده. وحطيت كمان فصين من الثوم المفروم وملح وفلفل، وكمان جبنه شيدر، واخر حاجه عايزه احط بيضايه، بيضه واحده بس بس كده. دي بس اللي انا كنت نسيتها بس كده اهو. كده وخلاص، ادي الحشوه الظريفه. مش عارفه، انا حاسه انا عايزه احط بقيه السبانخ كلها عشان تكفي اهو. هحطهم بقى كلهم، يلا ها. اهو، وهي دي كده الحشوه بتاعه اللازانيا رول. هنجيب بقى صينيه، صينيه بايركس كده. الحشوه اهي ظريفه، هنجيب صينيه بايركس وليكن الصينيه الظريفه اللي معايا دي، بس انا عايزه اجيب القرمه دي نحطها تحتيها. كده اهو صوص الطماطم ده هنحط منه كده شويه تحت كده اهو. بس كده اهو معانا اللازانيا. كده اهو هناخد شريحه اللازانيا الظريفه دي، دي واحده ودي واحده كمان، ونحط فيها الحشوه كده اهو. وهنا كمان الحشوه، يا ريت الكاميرا تبقى معايا يا استاذ احمد لو سمحت. كده اهو، وهلف ايه اللازانيا عليها كده على شكل رول كده اهو، اهو زي اللي انتوا شايفين. وهنا كمان في نوع مكرونه تاني اسمه الكانيلوني، بتبقى مدوره هي كده لوحدها، اسطوانيه كده، بتتسلق برضو، ممكن تحشيها بالشكل ده. بس اللازانيا فيها منها، في منها نوع مصري سعره حلو، فيعني اسهل لنا ان احنا نجيبها. هنفضل نعملهم رول كده ونرصهم بقى فين، ممكن نرصهم كده ولا نرصهم العكس علشان ايه، نخليهم كده احسن كده اهو. بس يا جماعه هكمل معاكم دلوقتي الصينيه، واقول لكم اخر حاجه هتبقى. اخر حاجه طبعا هتبقى رشه الجبنه، جبنه شيدر بقى، جبنه موتزاريلا زي ما انتم عايزين. وايه هنحط كمان قبل ما نحط الجبنه، هنحط برده صلصه طماطم اللي احنا حاطينها من تحت، هنحط حبه كده صغيرين من فوق، مش هنحط كتير. فاهمين يا جماعه كده اهو، ون ايه ونرولها كده رول كده اهو، بيطلع بقى طعمها لذيذ جدا، والسبانخ فيها بيبقى طعمها تحفه، مش هيبقى طعمها غريب والولاد بقى ايه يقرفونا
ربنا يهديهم. بس كده ماشي. ماشي يا استاذه نهى. ماشي يا استاذه نهى. كده كده كده. ولو في واحده بقى اتقطعت زي اللي معايا دي مثلا، في واحده اتقطعت من السليه، هي دي اللي هخليها لجوه، يعني فاهمين قصدي، مش هخليها لبره، يعني هحط الحشو عليها هنا كده كده اهو كده اهو. ونرول يا شباب. انا عايزه اخلص الصينيه بسرعه اوريكم شكلها هيكون ايه كده. وطبعا لو مفيش يعني فرصه قدامك ان انت شايفه سبانخ فريش مع انها ماليه الدنيا يعني، استخدمي او انت بره مصر او اي حاجه يعني، اي ظرف لو عندك سبانخ حتى مجمده يعني كله هينفع، استخدمي السبانخ المجمده هتبقى برضو ظريفه. فاضل لنا اتنين بس اهم مات كده اهو. واحده كمان للتانية الحلوة دي. بس آخر واحدة الظريفة دي كده كده كده، ونحطها هنا. تمام تمام هنيجي بقى الطماطم هنا، هنحط كده، مش عايزين نغرقها، خلوا بالكم احنا بس كده عايزين نعمل لها شكل ظريف، ونحط الجبنة فوقيها. كده اهو. وتبقي خلصت لهم الغدا، غدا خطير وشكله خطير برضه، طعمه بقى اخطر بقى. ناهيكم بقى يا فندم عن القيمة الغذائية، سبانخ و شغل جامد، شغل فاخر من الاخر. جبنا بقى ايه الشيدر، عايزين نجيب بقى هنا كده السكينة علشان ايه، نحط كده على الوش كده جبنة نحطها كده زي ما انا حطها عشان يبقى شكلها حلو. الحاجات اللي شكلها حلو وطعمها حلو بتتاكل هوا. فرن سخن بقى درجة حرارة 180، هنسيبها تقريبا من 25 ل 30 دقيقة بالكتير، تكون بس الدنيا كده ايه اترستقت واستوت وبقت ظريفة. تدخل بس انا طبعا عايزين ان ننضف كل اللحاويز دي علشان لما تدخل الفرن وتنشف ما يبقاش شكل الصينية وحش. ويبقى بس كده هنروح بقى فاصل، اكون انا نضفت البايركس ده ودخلته الفرن زي ما اتفقنا درجة حرارة 200. انا قلت 200 ولا 180؟ 200 صح؟ مش عايزه اتلخبط، بس درجه حراره 200. لو 200 يا جماعه يبقى 20 دقيقه بس جبنه تسيح. لو انت عايزاها تسيبيها كده شويه كلها تاخد لون براحتها خليها 180، ممكن توصل ل 30 دقيقه. تمام كده اهو. خلي بالكم ان اللازانيا اصلا مستويه يعني، بس احنا عايزين الجبنه تسيح والبيضه اللي احنا حطيناها في الحشوه والسبانخ تدبل والجبنه يعني يحصل الشغل الخطير. ادخلها الفرن حالا وبعد الفاصل اكون لميت الاشياء علشان نعمل الفراخ بصوص البرتقال. خليكم معانا. انا جيت حطينا اللازانيا بالسبانخ في الفرن، هنعمل بقى دلوقتي فراخ بصوص البرتقال. مقاديرها سهله جدا ولذيذه بجد يعني، بس انا عايزه كده المقادير دي نزقها بعيد عشان ما نتلخبطش اهو. عباره عن ايه بقى؟
معايا صدور من الفراخ متقطعه صوابع، كيلو بقى نص كيلو، صدرين كده عندك، عايزه حتى كمان لو تقطعيهم ارفع من كده براحتك حسب الكميه اللي عندك. دي صدور متقطعه كده ايه صوابع. للكيلو بقى بنحتاج مقادير قد ايه؟ 2 معلقه كبيره من زيت الزيتون عليهم مكعب زبده. مش عايزه تستخدمي زيت الزيتون وعندك الزيت الطبخ العادي او زيت عباد الشمس مفيش مشكله، تمام. هنحط كمان بقى بعد ما نشوح الفراخ معلقه صغيره من العسل الابيض، لا تستغربوا استنوا عليا، معلقه كبيره من المستارده. بصوا بقى اهو استنيتوا عليا عرفتوا ان في مستارده. تلت كوبايه عصير برتقال، تلت يعني اكتر من الربع بمعلقه، او ممكن ربع كوبايه من عصير البرتقال، تمام. ومعايا بقى كريمه طبخ، هنحتاج تقريبا 3 ارباع كوبايه او ممكن نص كوبايه، يعني ايه هنعمل لها صوص كده بالبرتقال مع الكريمه، كريمه الطبخ، وشويه بقدونس مفروم بس. ظريفه جدا وسهله جدا جدا. انا هستخدم بقى زيت الزيتون فيها، يعني اهو زيت الزيتون مركون عندنا ما بستخدموش اهو، نحطه في الوصفه. عايزه تستخدمي انت اي زيت تاني مفيش مشكله، حط شويه زيت. ايه ده يعني انا يوم ما استخدم زيت الزيتون انسى واحط الزيت التاني؟ ياه ده الزيت العادي يا جماعه مش زيت الزيتون. يلا حظه بقى، حاولت استخدمه ما عرفتش. يلا نحط الزبده بقى. ومعانا اصابع الدجاج اهي، هي اصابع مكلبظه شويه بس مفيش مشكله، حط لها كده ملح وفلفل. بس كده اهو الزيت والزبده، عايزهم بس كده يسخنوا شويه عشان نبتدي نحط الفراخ بس من الجزء اللي احنا ايه تبلناه، تمام، عشان لما نحطها نبقى نتبلها على الناحيه الثانيه كده اهو. كده كده واخر واحده دي، حط لهم برضو ملح وفلفل. فلفل عايزاهم كده ايه بقى يتشوحوا الاول ويستووا وياخدوا لون ظريف عشان نبتدي بعد كده نحط ايه بقيت المقادير. ممكن عقبال ما يحصل الكلام ده عشان احنا عايزينها تاخد لون هتاخد لها كده كام دقيقه، فنقول مقادير الكيك، كيك الموز، ونبتدي فيها عشان برضو ننجز وقت. بصوا يا شباب خلاص دي كده هفضل معاها لغايه لما ايه تتلون. نيجي بقى الكيك الموز بالشوكولاته عباره عن ايه؟ معايا 4 موزات او 3 موزات مثلا، انت عارفه بقى اوقات كده بعد ما بناكل كلنا الموز يتبقى موزتين ثلاثه كده خلاص قربوا يبوظوا، فاعملي لهم الكيكه دي بيها هتبقى ظريفه جدا. هنهرسهم بالشوكه، هم عندي هنا مطلعينها سليمه ماشي بس انا ههرسها، المفروض يهرسوها لي يعني بس ماشي. معايا كوبايه دقيق واحده، معايا نص كوبايه زبده سايحه، تمام، معايا 2/3 كوبايه سكر بودره، 2/3 يعني تلت وتلت، واتفقنا ان التلت ده يعني اكتر من ربع كوبايه بمعلقه، تمام. فانا معايا 2/3 تمام من كوبايه السكر البودره المنخول، بيضه واحده بس، معلقه صغيره من الفانيليا، ربع معلقه صغيره من القرفه، يعني رشه قرفه كده حاجه خفيفه قوي مش هتعمل طعم قوي بس هتبقى ظريفه، ربع معلقه صغيره طبعا من الملح، معلقه صغيره من البيكنج صودا، البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي بنحطها في الطعميه، معايا ربع كوبايه من الكاكاو الخام، ومعايا كمان شويه من الشوكولاته المجروشه، ممكن استخدم كده موزه ولا 2 نشكل بيهم في شكل الصينيه كده من فوق، هقول لكم ازاي هتبقى ظريفه قوي. وصفه سهله جدا يعني بكوبايه دقيق واحده وبيضه، ممكن كده ايه نقلبها الناحيه الثانيه نديها فرصه برضو تلون كده.
ايوه انا عايزه الفراخ يا جماعه تستوي مش تتشوح بس، هي ما عندهاش فرصه تانية تستوي فيها، يعني مش هدخلها الفرن، فلازم تبقي متاكده خلاص ان الخطوه دي خلت الفراخ تستوي. هنطلع بقى كده بوله عشان الكيك، ومعايا هنا الموز، نشوف له بقى طبق نهرسه فيه هنا كده، الشوكه موزاية واثنين، وهنهرس الموز كده، هيعمل قوام وطعم حلو قوي قوي للكيك. واي كمية موز على فكرة عايزة تحطيها هتبقى ظريفة، يعني لو عندك موزتين بس زي اللي انا حطاهم دول هينفعوا، عندك اكتر مثلا 3 موزات 4 موزات كله كويس. تمام، انا كده الموز جاهز، هنيجي بقى هنا في البوله ونجيب المضرب السلك ونكسر البيضه. اول حاجه البيضه ومعاها طبعا الفانيليا، فين الفانيليا اهي كده، البيضه والفانيليا ومعانا السكر البودره اهو، كده ومعايا الزبدة السايحة حطها برضو كده، ممكن تستبدلي الزبدة السايحة دي بزيت مفيش مشكلة كده اهو. معايا الموز هحطه، الموز المهروس، تمام. عايزين بقى نعمل المقادير الجافة اللي هي كوباية الدقيق، لا هنا بس كده بولة، كوباية الدقيق عليها رشة ملح وعليها البيكنج سودا بيكربونات الصوديوم معلقة صغيرة، وعليها رشة القرفة والكاكاو الخام. ممكن نقلب الفراخ برضو تاني، ايوه كده شكلها جميل وريحتها فظيعة، ريحة الزبدة تجنن. يبقى عندنا كده ده ايه الخليط بتاع الدقيق والكاكاو، تمام نقلبه بس كده، خليط الدقيق والكاكاو لو سمحت يا استاذ احمد الدقيق والكاكاو والبيكنج صودا ورشة الملح ورشة القرفة كده جاهزين. هنضيفه بقى هنا على الخليط بتاع البيضة والسكر والزبدة والفانيليا والموز المهروس، نفضل كده نقلب لغاية لما الكيكة كلها تبقى متماسكة، ويبقى كده خلاص خليط الكيك جاهز. نضيف الدقيق مثلا على ايه 3 مراحل ولا حاجة عشان بس يبقى اسهل لك في التقليب كده اهو. معانا بقى صينية اللي هي بتاعت الانجليش كيك الطويلة دي، ممكن تعمليها في صينية مدورة برضو مفيش مشكلة، يعني مدهونة زيت ومحطوط لها برضو ورق زبدة عشان بس ايه الكيك يبقى سهل عليك وانت بتطلعيه من الصينية، ما يبقاش رخم كده ولازق بقى وبتاع، فالافضل ان انت تدهنيها وتحطي كمان ورق زبدة كده اهو بس. ننزل كده ايه خليط الكيك، بص بيبقى تقيل ازاي كده اهو، ننزله من المضرب خالص هجيب لكم بقى ايه القالب
بتاع الكيك اهو مدهون زيت ومحطوط له ورقه زبده. دي حاجه بقى مهمه جدا. وهنحط الايه مقدار الكيك كده اهو كله، وبعدين نبتدي بقى ايه نوزعه. خلي بالكوا عشان الكيكه تبقى يعني ارتفاعها معقول، عايزين الخليط بتاع الكيك ده يغطي اكتر من نصها، فاهمين قصدي؟ كده اهو. بس كده نفرد ورقه الزبده اللي اتلمت دي كده، الحته برضو من الحويسه دي ننزل ده الاول. ننظف بس كده المنظر ده، وانا هحط لها بقى ايه على الوش شويه من الشوكولاته، وكمان هقطع لها موز، هقشر كده موزتين واقول لكم احطهم ازاي على الوش كده اهو. اهي عندي يا سكينه اهي، هناخد كده موزه بالطول هنقطعها نصين ونعمل لها كده شكل على الكيك من فوق، نديها كده ايه نغرزها كده. ايوه كده اهو. وهنا كده كمان نفس الحكايه، ومعنا شويه شوكولاته كده مجروشه نحطها كده في النص، هتسيح برده وهتخلي شكلها حلو قوي. هندخلها طبعا الفرن، فرن سخن درجه حراره 180، هتاخد لها تقريبا 35 دقيقه 40 دقيقة، ده بالكتير قوي قوي، وانت تابعيها لغاية لما تلاقيها استوت وبقت تمام. بس كده وصفة الكيك ظريفة جدا. لو عندنا فاصل دلوقتي مفيش مشكلة، في فاصل ولا حاجة؟ خلاص مفيش مشكلة، فاصل والفراخ اهي خلاص تقريبا استوت، يعني فاضل لها مثلا دقيقة بالكتير عشان نبتدي نضيف لها بقى باقي المكونات. تمام، فهنروح لفاصل بسرعه عشان بس الم اللحاويل دي كلها، واجيب لكم طبعا صينيه الكيك اللي انا عاملاها من قبل كده، ونشوف اخبار اللازانيا بالسبانخ، ونكمل الفراخ. خليكم معانا. انا جيت، ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اطلع اللازانيا بسرعه اللي هي فيها السبانخ والجبنه، نقدمها مع بعض. هي اخدت لون وتمام يا دوب. ايوه ايه شكلها ظريف جدا، شكلها خطير ازاي؟ جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. هي بس محتاجه بقى رشه بقدونس خفيفه خالص كده بس، وبالهنا والشفا. نيجي بقى هنا كده للفراخ. طبعا الكيك انا هطلعه لكم دلوقتي ونقطعه برضو، بس عايزه اخلص وصفه الفراخ بالصوص البرتقال. بعد ما خلاص الفراخ كلها اتشوحت مع الزبده ومع الزيت، واحنا تبلنا صدور الفراخ اللي متقطعه صوابع دي بالملح والفلفل الاسود، تمام، هقوم عامله ايه بقى؟ اول حاجه هقوم حاطه عليها المستردة، معلقه كبيره من المستردة، تمام، العسل الابيض معلقه صغيره، تمام. متستغربوش حكايه العسل الابيض دي، انتوا مش متخيلين هتطلع تحفه ازاي كده. وهنحط الكريمة، كريمة الطبخ كده، ايه ونقلب الكلام ده كله مع بعضه، عايزاه كده يغلي وتمام. واخر حاجة هنحطها صوص البرتقال اهو. بس بقى كده، بس كده اللي هو اتفقنا ان هو تقريبا هيكون
ربع كوباية أو أكتر شوية كده. نحط كمان رشة ملح وفلفل وفلفل عشان كده يغلوا. بعد ما يغلوا ويبقوا تمام هنرش عليهم رشة بقدونس وتبقى الفراخ خلاص خلصت، هتبقى ظريفة جدا. عايزين بقى ايه، اجيب لكم الكيك علشان ايه نقطعه سوا برضو ونقدمه مع بعض. المكرونة بقى دي خطيرة. الكيك تعالى يا كيك، مكرونة نخليها هنا كده، نفضي القرمة دي للكيك. احنا عشان حاطين ورق زبدة هنلاقي الكيك بصوا طلع معايا على طول من القالب، وعشان كده افضل حاجة تدهنيها زيت او حاجة وتقومي حاطة ورق الزبدة عليها، هتلاقيها اتقشرت على طول معاكي وبقت ظريفة. خلي بالكم هي واخدة اللون الغامق ده علشان احنا حاطين كاكاو خام. تمام، هنقشرها بالراحة خالص كده اهو. هي طبعا لازم تبقى باردة عشان تعرفي يعني ايه تشقلبيها وتشيليها وتحطيها براحتك، لانها لو سخنة ممكن تتقطع منك، لازم تسيبيها كده ايه تبقى باردة. ومعايا السكينة عالية سكينة، معايا كمان صوص شوكولاتة ظريف، بس بقى شرايح الموز اللي عليها من فوق هنقطعها كده بقى. بصوا يا جماعة بتبقى تحفة ظريفة جدا. بصوا شكلها من جوه عامل ازاي، عايز اوريكم شكلها من جوه. بصوا تحفة، والغمقان اللون دوت هي حتى من تحت. بصوا كل ده بسبب الكاكاو الخام، الكاكاو الخام بيديها لون رهيب تحفة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عايزين نقدمها هنا في القرمة الظريفة دي. حط قالب الكيك هنا كده، ايه كده اهو. بس ممكن نحط لها صوص شوكولاته لو عايزين كده من فوق. نعمل لها كده قلق ويعمل لها شكل ايه ظريف ان شاء الله. نجربوها ويبقى برضو ايه تخلصنا من اي بواقي في الموز عندنا، بدل ما حرام نرميه نقدر نعمل بيه الكيك التحفة ده. تمام، هشيلها بقى واديها هنا كده اهو. بس اخبارك ايه يا فراخ؟ الله الله على ريحتها الفظيعة. هي كده تقليبة، هي كده خلاص خلصت. الكام غلوة اللي بنسيبهم معاها ده علشان تتشرب من عصير البرتقال والمستردة، تشرب من كل الايه والكريمة اللي احنا حاطينها. بس كده اهو فراخ خطيرة. بس ايه انضف القرمة دي علشان نبتدي بقى نغرف برضو الفراخ. نجيب لها الطبق الحلو ده. خلاص يا فريخ شكرا. ريحتها يا جماعة رهيبة تحفة. طبق التقديم كده اهو، نحط الفريخ. كده اهو، والصوص بتاعها ده بقى يتحط في بولة بقى مثلا ولا حاجة، او تمرريه عليها كده من فوق زي ما انا هعمل دلوقتي برضو. لا انا عايزاك انت بقى احطك فين بقى، احطك ايه هنا اهو. يلا بص بقى الصوص ده اللي بالمستردة اللي معايا هنا ده رهيب. ممكن نجيب مفيش جنبي برضو كبشة، ناخد المعلقة ناخد من الصوص الحلو ده بقى ونمرر على ايه الفراخ، وبعدين نديها رشة بقدونس وتبقى جاهزة وبالهنا والشفاء. بس كده
مكرونه، رز ابيض، يعني زي ما تحبوا هتبقى تحفه. بس عايزه برضو احط الصوص دوت في بوله دلوقتي نقدمه معاها، ورشه بقدونس. بس كده اهو، بقدونس اتدلق مني كتير كده مش عارفه ليه. نجيب البوله الظريفه دي مثلا نحط فيها باقي الصوص. خلصنا يا جماعة الحلقة النهاردة. عملنا ايه؟ عملنا اول وصفة مع بعض اللازانيا بالسبانخ والجبنة، فظيعة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، تحفة وسهلة جدا. وعملنا الوصفة التانية الفراخ، فراخ بصوص البرتقال برضو فظيعة خطيرة. جبها هنا كده مع الصوص بتاعها كده، اللازانيا دي فظيعه. واخر وصفه عملناها الكيك، كيك الشوكولاته بالموز ورشه قرفه خفيفه، كيك تحفه جدا وظريف خالص. انا كان نفسي نطلع واحده من دول، هل هينفع دلوقتي؟ يا بردت برضو بس هيبقى شكلها ظريف. ممكن فين؟ انا كنت سايبه الصلصه هنا يا جماعه، مين شال الصلصه من ورايا؟ شالوا الصلصه، ماشي شكرا. بصوا بقى لما نيجي نفصلهم عن بعض، الصلصة فين يا جماعة؟ كده بصوا، حتى وانا بشيل المعلقة الجبنة خطيرة. عايزة اوريكم بس شكلها عشان تعرفوا قد ايه هي يعني مفصولة عن بعضها وهتتاكل بسهولة. وزي ما اتفقنا ان اللازانيا اصلا مستوية فما خدتش ابدا اي وقت في الفرن، يدوب بس الجبنة ساحت. اهو الصلصة جت، نفس الصلصه اللي احنا حاطينها. هاجي هنا في الطبق ده احط كده ايه الصلصه هنا كده، طماطم هنا علشان احط عليها واحده من اللازانيا الظريفه اللي احنا لفينها رول. ناخد الحلوه دي اهو، بصوا طلعت معايا من الكاميرا يا شباب، ايوه طلعت معايا اهي. هقوم حطاها على الصوص في الطبق بهذا الشكل الظريف بس كده، وايه رشة خفيفة خالص من البقدونس. تاكلوها بقى يا جماعة بالهنا والشفا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم النهاردة، كانت ظريفة، وتجربوا الوصفات ان شاء الله. واتفرجوا عليا كل يوم الساعة 2. باي باي.